اختيار. علاش؟ اولا اول بلاتفورم بديت ليها انا راه هي يوتيوب. ثاني حاجه كنت وانا معكم عندي 19 عام، دونك عشت معايا بزاف ديال الحوايج في حياتي وبزاف ديال الانتقالات كانوا في حياتي. واليوم از ذا اوفيشال داي، اليوم نهار ديال التخرج ديالي. المره اللي فاتت لعقدتو فاش درت لكم فلوغ هذيك كانت البي اف او ديالي بريزونتيتو، كانت لاسوبونس ديالي بروفيسيونيل شحال من حاجه. مي اليوم ان شاء الله كاينه الحفله ديال التخرج، غادي لا سيريموني، غادي نلبس هذيك الليزا ندوزكم، غادي تكون مع والديا مع عائلتي وانا فرحانه بزاف بزاف صراحه. هذا النهار هذا شوفوا منكم نتوما يعني صراحه فاش كتكون كتقرا راه كتسني داك النهار تخرج لي فيه وغتحس بالفخر في عين والديك في حاجه بحاجه. شفت اختي كتقرا شي حاجه اللي كانت كتعجبك. انا بالنسبه لي كنت كنقرا واحد الحاجه اللي كانت كتحمقني اللي هي بيزنس ادمنستريشن، قريت ليكونومي، واحد الحاجه اللي كانت تعجبني بزاف بزاف وما قلت لها لا تعجبني. وانا يوتيوب شوفوا هانتوما انا يوتيوب وحق الله ما دايره الغرض مادي، حيت اصلا لو ريفينيو ديال يوتيوب فريمون غادي للزيرو يعني ما والو لايك والو. ولكن انا علاش ندير يوتيوب؟ حيت يوتيوب اول حاجه فيها هاد الفريدم هادي، كنقدر نهضر معاكم اي وقيته بغيتي فيها زعما الا متد في الهضره كنبقى هكا تحتاج معاكم وكتحسوا بيا قريبه ليكم، ماشي بحال الريلز ديال انستغرام فيهم دقيقه دقيقه ونص كاع ماكسيموم كتحاولي تزبي ديري بزاف ديال لو كونتوني في نفس لا فيديو. مي هنايا انا كنهضر معاكم كتعيش معايا شحال من حاجه، وبديت معايا ملي كنت باقا صغيره والله العظيم. وانا فرحانه كيف ما قلت لكم علاش رجعت اليوتيوب، صراحه رجعت قبل الناس اللي فريمون كيبغيوني وباغيين يتبعوا معايا الجورني ديالي كامله. اما بالنسبه ليوتيوب راه فريمون كياخد بزاف ديال الوقت بزاف ديال الانرجي بزاف ديال الانفستيسمون من جميع النواحي. وفريمون يوتيوب كيبغي ان كونتوني، ماشي غير ديري هكا فيديو تبقى تهضر وصافي، فريمون كتكون شي ايفنت سيكون سبيسيال عاد كديري في يوتيوب. هذا ما كان. وانا درت يوتيوب دابا وحق الله هذه على قبل اول حاجه دابا تعرفوا معايا واحد الفيرين زي هذا تنعيشهم، حيت نتوما كنعتبرك مع عائلتي والله العظيم شكون الناس ديال يوتيوب، حيت بديتو معايا من الزيرو، بديتو معايا ملي كنا زيرو ابوني، ملي دير شويه بشويه، ملي كنت يلاه تخرجت في لافاك مازال ديك الساعه ما درت لا ميساجي لا شي حاجه، اللي حتى بديت كان هكا كنرجع شويه ديك الانرجي ديال يوتيوب وكل شيء عند ربك. وانا فرحانه اليوم حيت نبقات معكم هذا النهار هذا، وانا متاكده انني ما عمرنا غادي نجي شي نهار غادي نقول مع راسي اكرم حبسي يوتيوب دو مانيير ديفينيتيف، انا ما عمرنا كنحبس يوتيوب ان شاء الله. الله باذن الله واخا نتزوج واخا نكبر واخا نولي عندنا ميزاتي كبار غادي نبارطاجي معاكم كل شيء. ولكن شجعوني باش نبقى معاكم. فوالا هادشي اللي كاين دابا، غادي نجلس نشرب القهوه ديالي بلا تكملها مزيان هكا خرج عليكم شويه قلبي هضر معاكم كنقول لهم هضره. ودابا غادي ندوزو نمشي ختم بلاد نجلس في راسي باش هكا شي ندوز نديرو هكا هادشي كيما قلت لكم نهار كبير عندي. والله يوصلكم الله يوصلكم ان شاء الله لهذا النهار هذا وتعيشوا نتوما فرحانين مع والديكم ومع الناس اللي كتبغيو. الله يفرحكم يا رب ويوحفكم قلب زوين يا ربي غير وصلوا داكشي اللي تيبغيكم وهاني. بس دابا خاصني ندير الله جلست لبست هاد البينوار عرفتي تحرك الموت ديال البرد، الموت ديال البرد فجاه وبدات الشتا كتنقط لايك انا الاوتفيت اللي موجده ماشي ديال الشتا. وعيطت لاختي قلت لها اسقي اش غندير دابا حيت مالي الدارجين عندي دابا شويه راه مشد الطريق غادي يجيو فكورس باش يمشيو يحضروا معايا وكل شيء. وانا الاوتفيت اللي موجده ديال اليوم واللي بحسابه دايره بحسابه اليوم كاين الشتا. سو اش غادي ندير؟ غادي اوف كورس ندير باني بشي حاجه اخرى، غادي نلبس شي لبسه اخرى. المهم باقي دابا ما قديتش مخي داكشي علاش عيطت لختي في الدار قولي شنو ندير. وصافي بين ما يجيو هما غادي انا نوجد راسي، نوجد غير لابو ديالو لابو ديالو، نوجد لابو ديالي هكا شويه عشان نبردني كرشي، بغيت نبردني كرشي بواحد الطريقه ما يمكنش، ماشي ستريس ولا شي حاجه، ام نوت ستريس غير if you know you know. المهم دابا غنبدا اول حاجه نديرها كيف ما قلت لكم غنبريباري لابو ديالي. كندير هذا ديال ستين صراحه واعر بزاف كيعطي واحد ليكلا زوين كيعطي واحد واحد الكلو. غادي نكون كنبريباري في لابو ديالي وفي نفس الوقت صراحه بغيت نهضر معاكم شي شويه حيت سبينا لونغ تايم هكا ما هضرناش وما ما جمعتش انا وياكم عرفتي هاد السيبو غاتهرسات لي كتبقى كل مره كتعواش. المهم قعدت دابا اي كيس مزيان. المهم
الناس اللي معايا من 2019 شافوا الباركور ديالي شحال كان صعيب، يعني شافوا انا من جيت من سيونس مات السيزيام اني الباك درت في بي سي، باش درت الباك بي سي وقعوا لي المشاكل ديال الباك وداكشي من بين ديال المود ديال عمي وشحال من حاجه كانت وقعت لي خايبه، منها الشفره اللي كانت وقعت لي فاش تلقى لي الشفره والطيب ديال المحفظه ديالي اللي كانوا فيها كاع لي بابي ديالي كاع الوراق ديالي ديال البريباراسيون كاع لي دوكيومون ديالي هذاك البورت دوكيومون اللي كانوا عندي فيه كاع لي بابي وكانوا فيه الامتحانات تخيلوا تخون لي هاد الشهاده في الاول تاع شهر 4 ولا ما عرفت نخرج شهر 3 وحنا كان عندنا الوطني في الاول تاع شهر 6 يعني كانت باقا تقريبا شي كاملاش شهرين هكاك الوطني وانا كان عندي فيه هذا كلشي طيب كلشي السويع من الاول ديال العام الدفاتر ديال السويع من الاول ديال العام واحد بورت دوكيومون كديرها فيه لي ريزومي ديال كاع لي دوكيومون ديال كاع لي كور كاملين ديال اس في تي وديال المات وديال الفيزيك ودي الفلسفه يا ساي من بين مشي لي الدفتر ديال الفلسفه مشي لي واحد الدفتر ديال الفرنسي واخا الفرنسي ما كانتش مهمه في الباك قال لي البروف ديال الفرنسي الكرام غاديش نحط لك العروض حتى تمشي تقادي لي الدفتر وتجيبيه بحالك بحال كاع صحابك باش هكا ندير لك النقطه ديال المراقبه. المهم كان عندنا شي تمكري بصراحه في هذاك الليسي اللي قريت فيه لا اله الا الله. المهم عرفتي ديك الحكايه كتعجبني كتمستورايزي ليا لابو ديالي مزيان مزيان كتخلي فيها واحد الكلو زوين هانتوما شوفوا شفتوا. المهم داز صراحة العذاب ما نكذبش داز العذاب من وراها فاش دفعت لفرنسا وما خرجتش ديال الفيزا دفعت لاوكرانيا وما خرجتش ديال الفيزا دفعت لروسيا وخلصت وكلشي وما عطاونيش خرجت ليا الفيزا وكلشي ولكن كانوا طيارات سادين من وراها هي فاش عاوتاني دفعت لفرنسا وكنت دوزت السي اف جبت في السي ان بقيت عاقله وكنت تقبلت في واحد المدرسه كاينه في سان ادمين بلاتي سميتها يونيفرسيتي سان اتيان جون موني شي حاجه بحال هكا. المهم كانت في غوان لا بقيت عاقله يس كانت في هزكا صاحبي هاد عرفتي هاد الشفوره بصح اللي كتحرك. المهم كانت يونيفرسيتي في غوان وكتقبلت وكلشي وبلوكيت الفلوس في البنكه 10 مليون وكلشي مي ما خرجتش ليا الفيزا هادشي في 2022 صافي. انا نقول مع راسي اكرام ما مكتباش خاصك تجلسي هنايا تخدمي هنايا تقراي هنايا وتبني مستقبلك هنايا في بلادك وهادشي الصراحه اللي كان ربي جاب التيسير هنايا دخلت لين سي جي قريت لين سي جي صراحه داز صعيبه ما نكذبش واخا نقول لكم لا ولا تقاتلتي غتوصلوا كلشي مي فريمون داز صعيبه كانوا بزاف التضحيات حيت راكم عارفين انا ما كنتش غير كنقرا وصافي كنت كندير بزاف د الحوايج اون باراليل دونك كان خاصني نوفق ما بين القرايه ما بين داكشي اللي تندير ما بين يوتيوب ما بين انستغرام ما بين عائلتي خاصني نمشي نشوفهم وانا كنت ساكنه بوحديتي. المهم بزاف صراحه ديال لي ساكريفيس درتهم مي الحمد لله شوفوا والله ربي باش دير الحاجه الا وتكون فيها خير وحق الله العظيم وشتي لا تقتي في راسك ودرتي داكشي اللي عليك وامنتي بالله وفي راسك واحد الحاجه اقسم بالله فاش كنت في ديك ديبرسيون ديال الباك فاش ما جبتش مزيان وما تقبلتش في ليزونيفرسيتي اللي كنت باغاها وكدوزت الميديسين حقا ما عمركم عارفين ليستواغ ديالي كامله سينو ما كنتوش عارفين دابا باش نعاودها لكم اون ديتاي. في ديك ديبرسيون ديك شهر اقسم بالله الا كنت كنصلي في الليل وكنبقى نقول اللهم اختار لي ولا تخيرني اللهم اختار لي ولا تخيرني وبصح ربي الا خليتي ليه كلشي بين يديه عرفتي والله ربي تيدير داكشي اللي فيها الخير صافي والحمد لله من وراء داك التعب كامل وكلشي تانتغريت في البي اي يعني بزنس ادمنستريشن وقريت صراحه ماستر لي بلونغلي وكان صعيب وفي الاس جي وداكشي الزيان داكشي ولكن ربي جاب التيسير ربي ما تنساش شي واحد والله غيديروا اللي عليكم وحق الله واخا صعيب والصبر عرفتي راه انا غنحط لكم هنا شي تصاور ديال البيريود ديالي ديال البريباراسيون ديال واحد العذاب دوزته فريمون قاصح فوالا كيف ما قلت لكم راه ربي الا بغى لكم شي حاجه راه ما كاينش غير يحيدها لكم مي خاصك تكون قوي خاصك تخدم خاصك دير اللي عليك خاصك دير مجهود وتصبر تصبر 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 عرفتي الصبر البنات والله الصبر 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 انا عرفتي غنحط لكم شي تصاور هنايا دي بيريود دازو عليا راه العذاب في القرايه. المهم ما قديتش صراحه في الاول تاع مزيان في ان سي جي جاتني صعيبه الانتغراسيون في الاول في ان سي جي ما ولفتش انا ماشي داك لو جون اللي تقول لي مع 8 وقرا مع 12 ودخل مع 6 وخرج مع خرج مع 6 ودخل مع 2 كتجيني صعيبه بزاف وما كنقدرش حد هكا يتحكم فيا ولا يقول لي ديري هادي وديري هادي ما كنصبرش فوالا ماشي هكاك وصافي انا لا بيرسون ديالي هكا ما كنسيبورتيش شي واحد يقول لي ديري شي حاجه بزاف غتقول لي ديري ا غندير بي حتى قلتي لي ديري ا واش فهمتوا ما عرفتش واش كاليتي ولا ديفو مي صراحه انا مسلكاني صراحه
وهكا من صغري يعني ما كنحبش حاجه تامبوز عليا، خاصك ما تامبوزيش عليا الحاجه. شي الحاجه واخا ما نكونش باغاها الا حسيت بها هكا غنقدر نكون فليكسيبل وكل شيء نقدر نديرها ونضحك حتى لهنا. مي الا تحسيت بالحاجه تفرضت عليا ما تنقدرش نسوبورتيها، صافي كنطلق داك الشيء كامل وكنزيد، فهمتوا؟ مي ربي عطاني الصبر صراحه، ربي عطاني الصبر عطاني القوه والحمد لله جاب ربي التيسير، وانا اليوم غادي نمشي للسيريموني ديالي. ايوا هادشي اللي كيمهم دابا شنو كنسمع الطوموبيل وقفات، كنسمع الطوموبيل وقفات، غيكونوا هادو واقيلا مالي الدار اللي جاو، غادي نهبط نحليهم ونشوفهم وكلشي، عاد غادي نوجد راسي، عاد غادي نجي نهضر معاكم. سينو غنبقى هنايا دابا قريبه مشكله، باقي لي ساعه ونص هكا توصل لوكاسيون ديال السيريموني، عندنا مع الثلاثه كتشوفي دابا يلاه جاو مالي الدار. I am so excited. المهم خشيت دابا يلاه باش راسي ماما بابا كاين عندي، شوف المرايه كي ولات ما نمدش على شي كامل، انا متحمسه. المهم دابا غادي نمشي دابا جوج ونص غنبداو مع الثلاثه، يلاه لقيتوني طلعنا. المهم دابا في الطواليت يلاه لقيتوني كنوجد راسي، غنمشي باش نلبس هذيك. كل وعد وعدتهولك أو فيهولك ما تخافيش، كل حلم هيجي وقته وبأوانه ما تقلقيش، مش هقصر يوم معاكي صدقيني، اجمدي ده أنا بقوى بيكي ما تضعفيش. انتي نفسك كنت حلم في يوم حلمته، فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلته، وانت زي ما كنتي واقفة في ظهري سندة، هتسنديني وهعمل اكتر من اللي عملته. انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته، فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلته، وانت زي ما كنتي واقفة في ظهري سندة، هتسنديني وهعمل اكتر من اللي عملته. انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته، فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلته، وانت زي ما كنتي واقفة في ظهري سندة، هتسنديني وهعمل اكتر من اللي عملته. فوالا الحمد لله دازت كلشي زوين، دازت كلشي واعر والحمد لله سالينا دابا ان شاء الله يا ربي تبدا شابيتر جديده فيها بزاف ديال النجاح، فيها بزاف ديال الخدمه، بزاف ديال الحوايج زوينين بزاف ان شاء الله. المهم اي هوب ان شاء الله باذن الله يكون هادشي اللي جاي زوين كيف ما انا متوقعين. الوحيده اللي في حياتي تفهميني واللي بيها وليها عمري الجاي